عبد الله درايفز ات ا كونستانت سبيد اوف 100 كيلومتر اور. ما بنتعاملش احنا بالكيلومتر بير اور، طالما عندنا متر على السكند كده اقسم 100 على 3.6 فيطلع 100 على 3.6 عشان احولها المتر بير سكند 27.8 متر بير سكند. بيقول مشي 500 متر to reach B، يبقى هو مشي من ال A لغاية ال B. هنا مسافة 500 متر قطعها بسرعة 27.8 متر بير سكند، أقدر أحسب الزمن. بعدين he slows down at a constant acceleration -0.4 until he stops at C. نكمل من هنا لهنا كده بلون تاني، يبقى ادي نقطة C. بدأ بالسرعة اللي هي 27.8 وانتهى بسرعة صفر، ال V هنا بصفر، ال V هنا 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 كانت ثابتة. طب من هنا لهنا كان في acceleration -0.4 متر على السكند سكوير. عارفين السرعة النهائية وعارفين العجلة وعارفين الابتدائية، نقدر نعرف المسافات والأزمنة وكل شيء. بيقول لي find his average speed، يعني عايزين نجمع المسافة دي، زائد المسافة دي على الزمن ده زائد الزمن ده. أكتب القانون علشان نبقى إحنا عارفين عايزين إيه. average speed سيجما المسافات بغض النظر عن إشاراتها على سيجما الزمن. فعايز المسافة الأولى والثانية وعايز الزمن الأول والثاني. المسافة الأولى دي 1 ب 500 متر. طب والتي 1؟ تي 1 ده كان كونستانت سبيد، فهقسم 500 على 27.8. ليه؟ لانها كونستانت سبيد. 500 على الانسر طلع الزمن 18 سكند. يبقى دي الرحله الاولى خلصنا خلاص ان هي مسافتها 500 والزمن بتاعها 18 سكند. طيب تعالوا نشوف الجزء الثاني من هنا لهنا، عايزين نحسب مسافة وزمن. أنا عندي السرعة الابتدائية والنهائية والأكسلريشن، فأقدر أجيب المسافة ازاي؟ في سكويرد في نوت سكويرد 2 دلتا اكس عشان أهرب من الزمن اللي مش عندي. هقف ابتديت ب 27.8 تربيع وهنا -0.4. هاسم 27.8 تربيع تقسيم 0.8 يطلع الدي 2 9.66 متر. طيب عايزين كمان نحسب الزمن، احنا عندنا السرعة الابتدائية والنهائية والاكسلريشن. القانون الاولاني جميل في الموضوع ده، هقول الفي لا اخضر، الفي النهائية تساوي الفي الابتدائية زائد الـ A في T. تعالوا نعوض، النهائي بصفر، الابتدائي ب 27.8 وده ب -0.4. إذا الـ T2 هيساوي 27.8 تقسيم 0.4 طلع حوالي 70 سكند. يبقى عندي الـ D2 والتي 2 نعوض بقى كده. اذا الاس افريج الافريج سبيد المسافه الاولى المسافه الثانيه الزمن الاولاني الزمن الثاني، هقول كده 500 9.66 تقسيم 88 تقريبا، فطلع 16.7 متر بير سكند. يبقى الافريج سبيد خلال الرحله كلها. يبقى الجزء الاولاني كان كونستانت سبيد، عندي مسافه وعندي سرعه، حسبت الزمن. الجزء الثاني كونستانت اكسلريشن، عندي سرعه ابتدائيه ونهائيه واكسلريشن، حسبت المسافه وهما هما حسبت منهم الزمن. جمعت المسافتين 500 و 966، جمعت الزمنين 18 و 70
جبنا الافريج سبيد. طب لو كهرب الافريج فيلوسيتي هل كان هيفرق؟ لا طبعا، لان ماشي بنفس الاتجاه. طالما ماشي بنفس الاتجاه القيمتين دول موجبين، يعني موجب وموجب، خلاص اجمعهم الاثنين مع بعض واقسمهم على الزمن، كان هيطلع برضه نفس القيمة. A box of mass m 2 كيلوغرام starts from rest، يعني ال V1 هنا بصفر، ال height 1.1 on a friction disincline as shown it slides onto a horizontal surface friction، يعني هنا في friction and hits a horizontal fixed spring 2.4 meter from the foot of the incline، المسافة دي 2.4. The spring is compressed by 20 cm when the box momentarily comes to rest، يبقى السرعة النهائية بصفر. ادي الكمبريشن اللي حصل في السبرينج. بيقول السبرينج كونستانت 700 وعايز الكوفيشنت اوف فريكشن هنا. طب احنا عارفين هو ماشي هنا في ام جي لتحت وفي ان لفوق، وبالتالي في فريكشن فورس اللي هي يو في ان. هنطبق البرنسبل اوف كونزرفيشن اوف انرجي بين واحد والوضع الثاني بعد ما ينضغط. هقول كاتك انرجي واحد، بوتنشال انرجي واحد فوق، واي وورك بين واحد واتنين، طبعا عندنا فريكشن ما عندناش فورسز. كاتك انرجي اتنين، بوتنشال انرجي اتنين. تعالوا نطبق. كاينتيك انرجي واحد صفر، ليه؟ لان ستارتد فروم ريست. بوتنشال انرجي واحد هنا ما كانش فيه سبرينج، كان فيه ام جي اتش. ام جي اتش نحط كده القيم، اتنين عشرة واحد وانت واحد. طيب بالنسبة للورك من واحد لاتنين ماينس اف ار، يعني ميو ام جي في المسافة. تعالوا نحط قيم، الام جي بعشرين في عشرة، والمسافة اتنين واربعة من عشرة زائد الانضغاط اللي هيحصل في السبرينج اللي هو بوينت تو متر، عشرين سنتي على مية. اما الميو ده المطلوب. طيب الكاناتيك انرجي اتنين هو هيتوقف فيقف يبقى صفر. البوتنشال انرجي نص في الكي 700 في الانضغاط تربيع. كده ما عندناش غير الميو اللي بدون وحدات تطلع عشرين في واحد بوينت واحد ماينس عشرين الفا اكس المجهول في 2.4 بلس بوينت 2 الفا يساوي، مفيش غير النص في 700 في بوينت 2 تربيع، قول شيفت كالك مثلا بوينت 5 بوينت 3 حاجة يعني، فطلع بوينت 1 5 3 أو 4. يبقى ده الفريكشن كوفيشنت. طبعا السؤال سهل، جس ان احنا نطبق مبدا حفظ الطاقه بين واحد واتنين. واحد كان فيه ارتفاع ومفيش سبرينج ومفيش حركه، يبقى بس ام جي اتش. اتنين مفيش حركه هتوقف بس في سبرينج مضغوط بوينت تو تربيع. الورك اللي ده من هنا لغايه هنا مفيش الا الفريكشن فورس اللي هي يو ان في المسافه، المسافه 2.4 والانضغاط اللي هيحصل. جبنا الكوفيشنت اوف فريكشن. A fan rotating at 300 drift per minute is switched off. يعني هو كان عنده frequency وأوميجا وبعدين هيوقف.
The fan slows down uniformly at angular acceleration ومديني الألفا، يعني مديني الألفا. الأوميجا النهائية بصفر، والأوميجا الابتدائية مداني على شكل ريف بير مينت، أقسمها على 60، فتلتمية على 60 تطلع 5 ريف بير سكند اللي هي هرتز. الأوميجا نوت بقى لأن دي البداية، 2 باي اف يعني 10 باي راد بير سكند. يبقى مديني الأوميجا نوت، ومديني الأوميجا النهائية، ومديني الألفا. أقدر أحسب زمن، وأقدر أحسب الدلتا ثيتا. بيقول لي في البارت ايه، طالب بيقول لي هاولو، يبقى ده زمن. طالما عندي الابتدائي والنهائي والاكسلريشن، القانون الاولاني اوميجا بتساوي اوميجا نوت زائد الفا في تي، هيتوقف وابتدى بعشرة باي الالفا بماينس فور، فاقسم العشرة باي على 4 يطلع لي الزمن 7.85 seconds. كده جبنا البارت A. في البارت B بيقول لي how many rotations did the fan take to stop after it was switched off. الدلتا ثيتا عايزين نحسب، عندي الأوميجا والأوميجا نوت وعندي الألفا. يبقى القانون الثاني جميل، أوميجا سكويرد. أنا ما استخدمش الزمن لأن التلات قوانين الأخرى فيهم زمن، فأفضل ما استخدمش الحاجة اللي حسبتها، ممكن تكون غلط، فيعني إلا لو اتأكدت من اللي جنبك فماشي الحال. 10 باي، بس اللي جنبك يكون سنع كمان، يعني ما يكونش إيه. الدلتا ثيتا مجهولة، إذا الدلتا ثيتا طبعا تطلع بالربع مش بالربع. أول 10 باي أهي 4، وقسمتها على 8 عشان تطلع ازاي 123.4 راد، أقسمها على 2 باي فطلعت 19.63 ريف او روتيشن. دايما القوانين طلع لي اعداد، انا احولها بعد كده اقسمها على 2 باي. يبقى مره تاني مديني الاف، حسبت الفريكوين، مديني الان حسبت الفريكوينسي، وحسبت الاوميجا نوت. هينتهي بصفر ان هيقف، وعندي الالفا احسب الزمن، القانون الاولاني. القانون الثاني عشان ما استخدمش الزمن استخدمته لايجاد الدلتا هيتا، مفهوش زمن. طبعا لو حابب تستخدم الزمن عادي تتاكد، تقول مثلا ايه، انا احسب مثلا الدلتا احسبها من الاوميجا نوت زائد اوميجا على 2، قول مثلا، فهتقول كده اوميجا نوت بكام، 10 باي زائد 0 لان هيقف 2، وبعدين اضرب في الزمن اهو زمن 7.85، لازم لما ادوس يطلع نفس الرقم ده، فطلع 123.3 او 0.4، فاحنا تقريبا صح. طبعا ممكن تكون يعني غلطان مليون غلطه ويطلع معاك اجوبه عجيبه، مثلا يعني دي واخدها هي مثلا كانت 400 وانت كتبتها 300، فيطلع الاجابه كلها متظبطه بس الرقم اللي نقلته غلط خالص. فبرضه محتاج تتاكد، عيد قرايه السؤال لو فضي ليك وقت في نهايه الامتحان، طبعا ما بيحصلش. Two rectangular plates of uniform thickness are joined together to form an L-shaped object as shown. XY coordinate system is also shown. M1 5 kg, M2 13 kg. عايز ال XY coordinates of the center of mass. جدولنا المشهور اهو. من الجدول نطبق القانون اللي هو XCM مجموع الإكس في الإم على مجموع الإم، الواي سنتر أوف ماس
مجموع الواي في الام على مجموع الام. تعالوا نطبق كده، ادي السيجمنت عندنا واحد واتنين، وادي الماس بتاعهم والاكس والواي. طبعا احط نقطة في النص هنا ونقطة في النص هنا ونروح لها. الماس الاولاني ده واحد ام وان بخمسة، والتاني بتلاتاشر. الخمسة اروح لها ازاي؟ امشي كده واصعد كده، همشي نص العشرين يعني عشرة، واصعد نص الاربعين يعني عشرين. التلاتاشر امشي لها ازاي؟ امشي الاول الحتة دي قبل ما اقول النص، وبعدين امشي النص، يعني امشي عشرين مع خمسة وعشرين، خمسة واربعين، واصعد النص اللي هي خمسة. عندي كتلتين، هضرب خمسة، عشرة في خمسة، وخمسة واربعين في تلاتاشر، هقول عشرة الاكس في خمسة زائد الخمسة واربعين في تلاتاشر، تقسيم خمسة زائد تلاتاشر. هنا العشرين في خمسة، الخمسة في تلاتاشر، لاحظ دول ما بيتغيروش، ده وده والاتنين دول، خمسة زائد تلاتاشر فوق خمسين زائد خمسة واربعين في تلاتاشر وتحت تمنتاشر، خمسة وتلاتين بوينت ثري، نفس الوحدة اللي عندنا سنتيمتر. طب وتحت مية زائد خمسة في تلاتاشر، تقسيم تمنتاشر، فطلعت تسعة بوينت سبعتاشر سنتيمتر. يا ترى هل الأرقام لوجيك؟ تعالوا نشوف كده، خمسة وتلاتين هي كلها سبعين، وبيقول لي خمسة وتلاتين يعني أمشي أكتر من النص، لا هو مش لوجيك، المفروض يكون أقل شوية. بالنسبة للواي تسعة أوكي لوجيك، يعني كلها أربعين أكون تحت شوية. الحتة دي شكلها مش مظبوطة ليه؟ لأن المفروض أقل من النص، رايح يسار شوية، ده أكتر من النص بشوية كمان. مرة تاني هقول كده، خمسين زائد خمسة وأربعين ضرب تلاتاشر، أو يمكن عشان كتلة كبيرة صح، تقسيم تمنتاشر. الجواب 35.3 صح. طيب نفسر الموضوع ده شويه، هو لو كانت السيجما متساوي يعني فورم، كان كتله ده قد ده اللي هو كتله لوحده المساحه، كان الرقم ده لازم يقرب شويه، اقل من النص، يعني مثلا طلع عندي 20 22 حاجه كده. لكن نتيجه ان كتله ام 2 كبيره فسحبت السنتر اوف ماس ودته يمين اكثر من النص، مع ان الايه هنا اكثر، لكن الكتل عملت يعني تأثير، ال 13 دي عملت تأثير كبير، خلت الكتلة تروح يمين، وطبعا هي لتحت أقل من النص فمفيش مشكلة. Box of M hangs from the ceiling supported by two strings T1 و2. The tension in the left string T1 ب 100. وخلاص بقى السؤال مشهور، يعني نرسم الفري بادي دايجرام. ادي الاكس والواي عند نقطة الالتقاء، هحط الماس لتحت ام جي، الام مش معروفة، الفورس في السترنج الاولاني ب 100 نيوتن، والزاويه دي بالتبادل تيجي هنا 50 درجه. التي 2 اهي مجهوله، والزاويه هنا 30 درجه. ما احلى السؤال ده، جميل. احنا عارفين التي 1 مش عارفين التي 2، سيجما الاف اس اللي ده مجهول يساوي صفر، والاتجاه الموجب اهو
تي 2 كوساين 30 ليه كوساين؟ لأني عارف الزاوية مع المحور. ماينس تي 1 ساين، لا كوساين برضو 50 لأني عارف الزاوية مع محور الإكس يساوي صفر. تي 1 بمية، كوساين 50 كل حاجة معروفة، يبقى حاول كده 100 كوساين 50 تقسيم كوساين 30. لقيت كل الأسئلة كده. إذا التي 2 74.2 نيوتن. كده خلصنا من البارت الأولاني. طيب في البارت الثاني عايز الإم، زي ما الإف واي طبعا. سؤال سهل، شابتر 9 سهل مفهوش طول حتى. تي 1 لفوق كده عارف الزاوية مع الاكس، مع الواي مش عارف، يبقى ساين 50 زائد التي 2 نفس الشيء ساين 30 ماينس ام جي يساوي صفر. كل حاجة معلومة إلا الام، ده بعشر جيب مية والتي 2 جبناها، فهضرب الرقم ده في ساين 30 زائد المية ساين 50 طلع رقم، هقسمه على 10 يطلع الماس 11.4. اذا الماس 11.4 كيلو جرام. ويبقى كده خلصنا السؤال. Uniform 2.5 long rod AB mass 50 kg fixed to a pole at A supported at the other end of a horizontal cable BC attached to the pole. The rod makes angle 50 degree with the pole as shown below. A sign board of mass M2 hangs from the rod at B. The magnitude of the tension هنا بقى in the cable is 1200، ده كده 1200 نيوتن. وهنا في M2G مش معروف M2، هنا في 15 في 10 او 15 في 9.8، وده برضو نخليه 9.8. طيب بيقول انا عايز M2، يعني لازم ناخد معادلة التورك تساوي صفر هنا عند نقطة A، يبقى لازم أعرف المسافة دي اللي هي 2.5 كوساين 50 اللي هي المسافة دي كلها، المسافة دي. طب والمسافة دي من هنا لهنا هتبقى 2.5 ساين لأنها المقابل 50، ولو أخد نصها يبقى نص دي. طب احنا عندنا سيجما التور عند نقطة A يساوي صفر، ده يخليني اعرف اجيب الكتلة دي، لان ده هيتلغوا اللي هنا لو في AX و AY في طبعا هيتلغوا. طيب تعالوا نطبق ده بالسالب، مسافته 1.25 ساين 50 اللي هو نص الكلام ده 2.5، انا عايز بس الحتة دي اللي هي 1.25 ساين 50 كلها 2.5 1.25. طيب وماينس كمان M2 في 9.8 المسافة كلها 2.5 برضو ساين 50، بعدين بلس 1200 في المسافة الرأسية اللي هي 2.5 كوساين 50 يساوي صفر. اذا الام 2 ما عندناش غيرها مجهولة، بتساوي كذا كيلو جرام. نحسب 15 في 9.8 في 1.25 ساين 50 زائد
زائد ده كان بالماينس، بعدين زائد ده بالماينس وده بالبلس، 1200 في 2.5 كوساين 50. كده جبنا الجزء ده، وادي من هناك هقسم على 9.8 و 2.5 ساين 50، يطلع الام 2 95.2 كيلو جرام. يبقى الموضوع صح، ناخد التورك عند نقطة ايه، لان هو الجسم متزن من شكله، سالب سالب موجب يديني صفر، خلاص جبنا الماس ام 2. Find the magnitude of the force on the rod due to the ball. يبقى عايزين هنا الرد ده عليه AX و AY. طبعا دول نجيبهم من سيجما ال FX و سيجما ال FY مباشر زي شابتر 3. هقول سيجما ال FX تساوي صفر، سيجما ال FY تساوي صفر، وبعدين نجيب الماجنتيود من سيجما الف اكس. يطلع لنا اي اكس موجب ماينس 1200 سالب، اذا الاي اكس مشكوره ب 1200 نيوتن. طب بالنسبه للاي واي، اي واي لفوق 15 في 9.8 و 95 في 9.8 يساوي صفر. اذا ال AY هتساوي 15 في 9.8 و 95 في 9.8. طلع الجواب 1080 نيوتن. اذا الاف عند الاي بتساوي القدر التربيعي 1200 تربيع 1080 تربيع، يعني بيساوي 1615 نيوتن. انا عملت ايه؟ خدت التورك هنا الاتنين دول بالسالب الموجب، جبت المس سيجما الاف اكس ده يدخل معايا، وده ب 1200 الاي اكس، ومن سيجما الاف واي ده بيساوي الاتنين دول، وتحت الجذر التربيعي جبنا الاف ايه. Fluid of density rho equals 950 kilogram per meter cubed flow through a pipe of varying cross section shown. طالما cross sections مختلفة على طول كده، وفي ضغط واحد واثنين، برنولز equation. The fluid enters the pipe at a height 2.5 meter بسرعة 3 meter per second and leaves عن height 2.75 وبسرعة 6. Calculate the pressure difference P1 plus P2. احنا على طول كده P1 ده برنولز ايكويشن زائد نص رو V1 تربيع زائد رو GH1. لما يكون الدايمترز مختلفة، الارتفاعات مختلفة، وطالب بريشر ديفرنس على طول برنولز ايكويشن. بصيلز لما يكون نفس الارتفاع والريديس متساوي. P2 نص رو في 2 تربيع ورو جي اتش 2. تعالوا نعوض حبه حبه كده. البي 1 ناقص بي 2 ده محتاجين هنجيب ده هنا. الرو ب 1000 اي ميه فلويد اوف دنس، لا ده مش رو، ده مش ميه، 950 بس اقل من الميه شويه. نفس الشيء الجي بعشرة، الاتش واحد هو مدهوني باتنين ونص، كان يعلمنا ضرب والجمع وكده، عشرة
وده 2.75. الفي 1 ب3، الفي 2 ب6 تربيع. إذن البي 1 ماينس البي 2 بتساوي، خد بالكم انا عملت ايه؟ هجيب البي 2 من هنا وكل دول اوديهم من الناحيه الثانيه. هبدا احسن الاول، هو كده نص 950 6 تربيع، 950 في 10 في 2.75 ماينس هنا نص 950 9 ماينس 450 صفر في 2.5 تربيع، لا 2.5 بس. طيب أو يساوي، فطلع 15200 باسكال. يبقى مرة تاني احنا عندنا طيب ارتفاعات المدخل والمخرج مختلفين، وعلى طول ده برنولي، والدايمترز مختلفين برضو برنولي، بيأكد لي انه برنولي. مديني الفي 1 والفي 2، اتش 1 والاتش 2، ناقص بس البي 1 والبي 2، الفرق بينهم او دي هنا شويه الارقام هناك، شويه ضرب وجمع وقسمه وماينس، جبنا الحل. يا ريت الاسئله كلها زي كده. Water and then oil are poured in new shaped tube which is open at both ends. يعني الاتنين معرضين للضغط الجوي. The water and oil come to equilibrium as shown in figure. If the density of water 1000 kilogram per meter cube, find the density of oil. طبعا المانوميتر مشهور، اجي عند المستوى الافقي وحتى حاطط لي A و B اللي الاتنين تحتهم نفس الفلويد، اقول P A يساوي بي بي. طيب البي ايه عبارة عن ايه؟ عبارة عن اكتب اهو رو بتاع الاويل في جي في اتش بتاع الاويل، يساوي الرو ووتر الجي في الاتش ووتر. واحدة واحدة بقى كده، الرو اويل مطلوب، الجي ممكن اشطبه مع بعض، الاتش اويل، الاتش اويل اللي هي الحتة من هنا لغاية هنا اللي هي 10.6 ناقص 3.2 بالسنتيمتر على 100 عشان اخليها متر لو انت عايز كده، كده هتشطب مع بعض. الروتر بألف، هو ألف، الاتش ووتر 8.8، انا عايز الحته دي 8.8 ناقص 3.2 تقسيم برضو 100. طالما معادلتين معادله فيها جهتين بتساويهم ببعض، ممكن ما كنتش حول، لكن خليني اشطب ال 100 مع 100 قدامكم. هضرب 1000 في الفرق ده اللي هو 5.6 واقسم على الفرق ده اللي هو 7.4، يطلع الرو الاويل يساوي 7.57 كيلو جرام بير متر كيوب. سؤال طبعا مباشر لما يكون عندنا يوتيوب بحسب باستخدامه الرو بتاع الاويل غير معروف الدنسيتي ليه، بساوي البريشر ببريشر عند مستوى افقي يكون الاتنين تحتهم نفس المائع، وزي ما احنا شايفين انا اقدر اشطب مع بعض واحسب الرو من سطح واحد. A small ball of mass 20 gram is attached to a spring of stiffness 40 نيوتن بير متر and it oscillates horizontally along x axis around x تساوي صفر. يعني من x تساوي صفر كده اهو،
هنا كده الاكس لو صفر يعني ده الطول الاصلي، هيفضل بقى يروح ويجي عند يعني حوالين نقطة الصفر. The speed of the ball at x equal 0 t equal 0 is 3.6 meter per second. يبقى هو رايح بسرعة كده في ماكس طالما عند الاكس بساوي صفر 3.6 متر بير سكن، طالما عند اكس تساوي صفر يبقى على طول الفي ماكس. يقول is moving toward the positive x axis زي ما احنا اسمين كده. find اول حاجة عايز الامبليتيود. طب احنا عارفين ان الميكانيكال انرجي بيساوي يا اما نص ام ماكس اللي هو مدهاني تربيع، يا اما نص كي اللي هو مدهوني برضو ولكن ايه مش مدهاني. فممكن اقول ده يساوي ده، اذا نص في الماس في 3.6 الكل تربيع نص 40 اي تربيع. اذا الاي امبليتيود بتاوي النص تروح مع النص 0.02 3.6 تربيع تقسيم 40 طلع رقم اخد له الجذر التربيعي فطلع ال A 0.08 متر. كده البارت A خلص مباشر، سوينا الميكانيكال انرجي بصورتها بصورتيها اللي هي V max تربيع و A تربيع وقدرنا نطلع ال A. في البارت B بيقول لي عايز التايم need the ball to reach the position of maximum distance from x تساوي 0. يعني هيجي هنا مثلا ما هو رايح يمين فاستطال بقى كده، فلما استطال جه لغايه هنا دي ربع دوره، رجع تاني نص دوره، تلات ارباع دوره، دوره احنا عايزين بس ربع دوره. بس لو احنا عارفين التايم بيريودك تايم كنا قسمناه على اربعه اللي هو 2 باي جذر ام على كي، يا ريت نعرفه سهل. اه سهل ده 0.02 ودي 40 و2 باي معروفه موجوده في الاله حلوه جميله في الجذر التربيعي تقسيم 40 طلع رقم، الرقم ده 0.14 seconds. اذا بتاعتنا بتساوي تي على أربعة يعني 0.7.035 seconds. ليه؟ لأن قلنا ربع دورة بس فنقسم الperiodic time على أربعة.